إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإنسان إذا طلب العلم ومارس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فإنه يحتاج بدءا إلى تحقيق النية، ويحتاج بعد ذلك إلى استصحابها. قد يدخل المرء طلب العلم، وقد يدخل القيام بالدعوة بنية صالحة، ولكنه يحتاج كل حين إلى تجديدها، لأن الإنسان في غمرة ما هو فيه من أشغاله، طلبا للعلم أو قياما بواجب الدعوة، قد يصير أمر النية عنده غائما، فيحتاج دائما إلى تجلية وكشف وبيان. كل مسلم حقيقي هو داع إلى الله تبارك وتعالى، لأن المسلم الحقيقي يقوم بواجب الأمر والنهي، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وكل مسلم حقيقي هو ملتزم بأحكام الإسلام وآدابه، فيكون داعيا بحاله كما يكون داعيا بمقاله. ومعلوم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن الدعوة إلى الإسلام العظيم، لا تخرج عن أن تكون أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. وأعرف معروف هو التوحيد، وأنكر منكر هو الشرك. فالمرء في دعوته إلى الله تبارك وتعالى يقوم بهذا الواجب العظيم من الأمر والنهي على مستويات متعددة. في أيام الفتن وفي أزمنة كثرة الهرج، قد يذهب عن الإنسان طريقه، فتضل قدماه سواء السبيل، فيحتاج دائما إلى التذكير. وقد جعل الله تبارك وتعالى من الخصال التي ينبغي أن تتوفر في الإنسان حتى يكون ناجيا من الخسران، جعل الله تبارك وتعالى خصلة تتعلق بهذا الأمر العظيم، كما قال الله تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق. فدائما يكون التذكير: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيحتاج المرء دائما إلى من يذكره، ويحتاج هو إلى أن يذكر غيره، وهكذا تستمر الخيرية في هذه الأمة الخيرة المرحومة. لم يغب هذا المعنى الكبير والأصل الأصيل عن العلماء سلفا وخلفا، فأما المتقدمون فقد حرروا ذلك تصنيفا وتأليفا، ومارسوه حياة وتطبيقا، وأما المعاصرون وما بين المتقدمين والمعاصرين فإنهم أيضا قاموا بهذا الواجب على حسب ما يسر الله تبارك وتعالى لهم. في هذا العصر كتب العلامة ابن باز رحمه الله تعالى رسالة في هذا المعنى
يذكر بها بهذا الواجب الكبير وهو الدعوة إلى الله تعالى وبأخلاق الدعاء، لأن الإنسان قد يتحول إلى صاد عن سبيل الله وهو يحسب أنه يحسن صنعا فيصد عن سبيل الله بزعم دعواه إلى الله. فهذه الرسالة لهذا الإمام رحمه الله تعالى جديرة بأن تقرأ وأن ينظر فيها الحين بعد الحين، من أجل أن يتذكر الإنسان جلال ما هو عليه من قيامه بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكي يحصل الأخلاق الواجبة حتى لا يكون صادا عن سبيل الله تبارك وتعالى من حيث يعتقد أنه داع إلى الله تبارك وتعالى. إن الله تبارك وتعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، وليعظم أمره ونهيه، وليعرف بأسمائه وصفاته. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين سبحانه أنه خلق الخلق ليعبد ويعظم ويطاع أمره ونهيه، لأن العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظيم أمره ونواهيه. وقد بين الله عز وجل أيضا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعلم أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. فعلم بذلك أن الحكمة من إيجاد الخليقة أن يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأنه على كل شيء قدير، وأنه العالم بكل شيء جل وعلا، كما أن من الحكمة في خلقهم وإيجادهم أن يعبدوه ويعظموه ويقدسوه ويخضعوا لعظمته، لأن العبادة هي الخضوع لله عز وجل والتذلل له. وسميت الوظائف التي أمر الله بها المكلفين من أوامره وترك نواهيه عبادة، لأنها تؤدي إلى عبادة الله بالخضوع والتذلل له وحده سبحانه وتعالى. ولما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول، كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل أي بالعقول، أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق الله من أجله الخلق ولإيضاحه وتفصيله للناس حتى يعبدوا الله على بصيرة وحتى ينتهوا عما نهاهم عنه على بصيرة. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم هداة الخلق، وهم أئمة الهدى ودعاة الثقلين من الإنس والجن جميعا إلى طاعة الله وعبادته. فالله سبحانه أكرم العباد بالرسل ورحمهم بإرسالهم إليهم وأوضح على أيديهم الطريق السوي والصراط المستقيم حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، وحتى لا يقولوا ما ندري ما أراده الله منا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقطع الله المعذرة وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
وقال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فبين الله عز وجل أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس بالحق والقسط، وليوضح للناس ما اختلفوا فيه من الشرائع والعقائد من توحيد الله تبارك وتعالى وشريعته عز وجل. فقوله سبحانه: كان الناس أمة، يعني على الحق، لم يختلفوا من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح، كان الناس على الهدى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، فكانوا على الهدى، ثم وقع الشرك في قوم نوح فاختلفوا فيما بينهم، واختلفوا فيما يجب عليهم من حق ربهم. فلما وقع الشرك والاختلاف أرسل الله نوحا عليه السلام وبعده الرسل، كما قال جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالله أنزل الكتاب ليبين حكمه تعالى فيما اختلف الناس فيه، وليبين شرعه فيما جهله الناس، وليأمر الناس بالتزام شرع الله والوقوف عند حدوده، وينهى الناس عما يضرهم في العاجل والآجل. وقد ختم سبحانه الرسل بأفضلهم وإمامهم وسيدهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعليهم من ربهم أفضل الصلاة والتسليم. فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، ودعا إلى الله سرا وجهرا، وأوذي في الله أشد الأذى، ولكنه صبر على ذلك كما صبر من قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام، صبر كما صبروا، وبلغ كما بلغوا، ولكنه أوذي أكثر وصبر أكثر، وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام عليه وعليهم الصلاة والسلام. فمكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 23 سنة يبلغ رسالات الله ويدعو إليه وينشر أحكامه، منها 13 سنة في أم القرى مكة المكرمة، أولا بالسر ثم بالجهر، صدع بالحق وأوذي وصبر على الدعوة وعلى أذى الناس، مع أنهم يعرفون صدقه وأمانته ويعرفون فضله ونسبه ومكانته، ولكنه الهوى والحسد والعناد من الأكابر، والجهل والتقليد من العامة. فالأكابر جحدوا واستكبروا وحسدوا، والعامة قلدوا واتبعوا وأساءوا، فأوذي بسبب ذلك أشد الأذى صلى الله عليه وآله وسلم. ويدلنا على أن الأكابر قد عرفوا الحق وعاندوا قوله سبحانه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فبين الله سبحانه أنهم لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعلمون صدقه وأمانته في الباطن، وكانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم جحدوا الحق حسدا وبغيا عليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يبال بذلك ولم يكترث به، بل صبر واحتسب وسار في الطريق، ولم يزل داعيا إلى الله جل وعلا وصابرا على الأذى، مجاهدا بالدعوة، كافا عن الأذى، محتملا له، صافحا عما يصدر منهم
حسب الإمكان، حتى اشتد الأمر وعزموا على قتله عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك أذن الله تبارك وتعالى له بالخروج إلى المدينة، فهاجر إليها صلى الله عليه وسلم، وصارت عاصمة الإسلام الأولى، وظهر فيها دين الله، وصار للمسلمين بها دولة وقوة. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وإيضاح الحق، وشرع في الجهاد بالسيف، وأرسل الرسل يدعون الناس إلى الخير والهدى، ويشرحون لهم دعوة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبعث السرايا، وغزى الغزوات المعروفة، حتى أظهر الله دينه على يديه، وحتى أكمل الله به الدين، وأتم عليه وعلى أمته النعمة. ثم توفي صلى الله عليه وسلم بعدما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين، فتحمل أصحابه من بعده الأمانة وساروا على الطريق، فدعوا إلى الله عز وجل، وانتشروا في أرجاء المعمورة دعاة للحق ومجاهدين في سبيل الله عز وجل، لا يخشون في الله لومة لائم، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله جل وعلا. فانتشروا في الأرض غزاة مجاهدين ودعاة مهتدين وصالحين مصلحين، ينشرون دين الله ويعلمون الناس شريعته، ويوضحون لهم العقيدة التي بعث الله بها الرسل، وهي إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار والأصنام. انتشروا في الأرض، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، غزاة مجاهدين ودعاة مهتدين وصالحين مصلحين، ينشرون دين الله ويعلمون الناس شريعته، ويوضحون لهم العقيدة التي بعث الله بها الرسل، وهي إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار والأصنام وغير ذلك. فلا يدعى إلا الله وحده، ولا يستغاث إلا به، ولا يحكم إلا شرعه، ولا يصلى إلا له، ولا ينذر إلا له، إلى غير ذلك من العبادات. وأوضحوا للناس أن العبادة حق لله، وتلوا عليهم ما ورد في ذلك من الآيات فقوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وصبروا على ذلك رضي الله عنهم صبرا عظيما، وجاهدوا في الله جهادا كبيرا، وتبعهم على ذلك أئمة الهدى من التابعين وأتباع التابعين من العرب وغير العرب، ساروا في هذا السبيل، سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وتحملوا أعباءه، وأدوا الأمانة مع الصدق والصبر والإخلاص في الجهاد في سبيل الله، وقتال من خرج عن دينه وصد عن سبيله ولم يؤد الجزية التي فرضها الله إذا كان من أهله، فهم حملة الدعوة وأئمة الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أتباع الصحابة من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى ساروا على هذا الطريق وصبروا في ذلك، وانتشر دين الله وعلت كلمته على أيدي الصحابة ومن تبعهم من أهل العلم والإيمان من العرب والعجم، من الجزيرة جنوبها وشمالها، ومن غير الجزيرة من سائر أرجاء الدنيا، ممن كتب الله له السعادة ودخل في دين الله وشارك في الدعوة والجهاد وصبر على ذلك
وصارت لهم السيادة والقيادة والأمانة في الدين بسبب صبرهم وإيمانهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل. وصدق فيهم قوله سبحانه فيما ذكر في بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق هذا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وفي من سار على سبيلهم صاروا أئمة وهداة ودعاة للحق وأعلاما يقتدى بهم بسبب صبرهم وإيقانهم، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا هم الأئمة وهم الهداة وهم القادة في سبيل الحق. وبذلك يتضح لكل طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات، وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليها، بل في أشد الضرورة إلى ذلك الأمر. فما هو حكم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وما هو فضلها؟ أما حكم الدعوة إلى الله فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله تعالى وأنها من الفرائض، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومنها قوله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومنها قوله عز وجل: وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ومنها قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبين الله سبحانه أن أتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم الدعاة إلى الله، وهم أهل البصائر، والواجب كما هو معلوم هو اتباعه والسير على منهاجه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله تعالى فرض كفاية بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاء، فإن كل قطر وإقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيها، فهي فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب، وصارت الدعوة في حق الباقين سنة مؤكدة وعملا صالحا جليلا. وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم عاما، وصار الواجب على الجميع وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة على حسب طاقته وإمكاناته. أما بالنظر إلى عموم البلاد فالواجب أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة، تبلغ رسالات الله وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث الدعاء وأرسل الكتب إلى الناس وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وجل. وفي وقتنا هذا قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر وأكثر بطرق لم تحصل لمن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة من طرق كثيرة، وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة بطرق متنوعة، عن طريق الإذاعة وعن طريق الصحافة ومن طرق شتى. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بهذا الواجب وأن يتكاتفوا فيه
وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله، ولا يخشون في الله لومة لائم، ولا يحابون في ذلك كبيرا ولا صغيرا ولا غنيا ولا فقيرا، بل يبلغون أمر الله إلى عباد الله كما أنزل الله وكما شرع الله. وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من يؤدي ذلك سواك، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه يكون فرض عين ويكون فرض كفاية. فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر ويبلغ أمر الله سواك، فالواجب عليك أنت أن تقوم بذلك. فأما إذا وجد من يقوم بالدعوة والتبليغ والأمر والنهي سواك، فإنه يكون حينئذ في حقك سنة، وإذا بادرت إليه وحرصت عليه كنت بذلك منافسا في الخيرات وسابقا إلى الطاعات. ومما احتج به على أن الدعوة فرض كفاية قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية وجماعة: ما معناه؟ ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم، تدعو إلى الله وتنشر دينه وتبلغ أمره. وبعض أهل العلم قال إنها تدل على أنها فرض عين على الكل. ولتكن منكم أي ولتكونوا جميعا أمة يدعون إلى الخير، فلتكونوا أمة تدعو إلى الخير، فيكون الأمر عاما. وأما على قول من قال ولتكن منكم على أن من إنما هي للتبعيض، فيكون منكم أمة أي جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومعلوم أن النص إذا احتمل الوجهين من غير تضاد فإنه يحمل عليهما جميعا، ولكن لا يمكن أن يقال ها هنا إن الدعوة فرض كفاية ويجمع ذلك مع قول القائل إنها تكون فرض عين. ولكن كما مر في صدر هذا المجلس، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إنما هي قمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى دعوة إلى التوحيد في الأصل، ودعوة إلى نبذ الشرك وهذا في الأصل. وكل ما يأتي بعد من أمور الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أمرا ونهيا إنما هو دائر حول هذين الأمرين الكبيرين: توحيد الله تبارك وتعالى، والنهي عن ضد التوحيد وهو الشرك. ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله وقام بأمر الله في مكة حسب الطاقة، وقام الصحابة كذلك رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك على حسب طاقاتهم، ثم لما هاجروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ، ولما انتشروا في البلاد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم، كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه. فعند قلة الدعاء وعند كثرة المنكرات وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته. وإذا كان في محل محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك وولد فيها من يتولى هذا الأمر وقام به وبلغ أمر الله كفى، وصار التبليغ في حق غيره سنة لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله على يد سواه. ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس فإنه يجب على العلماء على حسب طاقته وعلى ولاة الأمر على حسب طاقته أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون، وهذا فرض عين عليهم على حسب الطاقة وعلى حسب القدر. وبهذا يعلم أن كون الدعوة فرض عين وكونها فرض كفاية أمر نسبي يختلف، فقد تكون الدعوة فرض عين بالنسبة
إلى أقوام وإلى أشخاص، وتكون سنة بالنسبة إلى أشخاص وإلى أقوام، لأنه وجد في محلهم وفي مكانهم من قام بالأمر وكفى عنه. أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة فعليهم من الواجب أكثر، وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى كل ما استطاعوا من الأقطار حسب الإمكان بالطرق الممكنة وباللغات الحية التي ينطق بها الناس. يجب على ولاة الأمر أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حتى يصل دين الله إلى كل أحد باللغة التي يعرفها، باللغة العربية وبغيرها، فإن الأمر الآن ممكن وميسور بالطرق التي تقدم بيانها من طريق الإذاعات والصحف وغير ذلك من الطرق التي تيسرت اليوم ولم تتيسر في السابق. كما أنه يجب على الخطباء في الاحتفالات وفي الجمعة وفي غير ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله عز وجل، وأن ينشروا دين الله حسب طاقتهم وحسب علمهم، ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآخرة وانتشار الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان وغير ذلك من الدعوات المضللة، نظرا إلى هذا فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضا عاما وواجبا على جميع العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام. صارت فرض عين عليه أن يبلغوا دين الله على حسب الطاقة والإمكان بالكتابة وبالخطابة وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعوا، وأن لا يتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمرو، فإن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكاتف في هذا الأمر العظيم أكثر مما كان من قبل، ذلك لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة للصد عن سبيل الله والتشكيك في دين الله ودعوة الناس إلى ما يخرجهم من دين الله عز وجل. فوجب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضل، هذا النشاط الملحد، بنشاط إسلامي وبدعوة إسلامية على شتى المستويات وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة، وهذا من باب أداء ما أوجب الله على عباده من الدعوة إلى سبيل. فهذا ما يتعلق بحكم الدعوة إلى الله. وأما فضل الدعوة إلى الله فقد ورد في فضل الدعوة والدعاء آيات وأحاديث كثيرة، كما أنه ورد في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء أحاديث لا تخفى على أهل العلم، من ذلك قوله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية الكريمة فيها التنويه بالدعاء وفيها الثناء عليه، وأنه لا أحد أحسن قولا منه، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام ثم أتباعهم على حسب مراتبهم في الدعوة والعلم والفضل. فأنت يا عبد الله يكفيك شرفا أن تكون من أتباع الرسل ومن المنتظمين في هذه الآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والمعنى لا أحد أحسن قولا منه لكونه دعا إلى الله وأرشد إليه وعمل بما يدعو إليه، يعني دعا إلى الحق وعمل به وأنكر الباطل وحذر منه وتركه، ومع ذلك صرح بما هو عليه ولم يخجل، بل قال إنني من المسلمين مغتبطا وفرحا بما من الله به عليه. ليس كمن يستنكف عن ذلك ويكره أن ينطق بأنه مسلم أو بأنه يدعو إلى الإسلام لمراعاة فلان أو مجاملة فلان أو لقول الناس إن الذي يأتي به إنما هو رجعية وأمر بائد قد عفت عليه القرون، وأنه يريد أن يعيد الناس إلى عصور خلت
كانت في الظلمة وفي الجهالة إلى غير ذلك مما يأتفكون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤمن الداعي إلى الله، القوي الإيمان، البصير بأمر الله، يصرح بحق الله، وينشط في الدعوة إلى الله، ويعمل بما يدعو إليه، ويحذر مما نهى الله تبارك وتعالى عنه، ويحذره، فيكون من أسرع الناس إلى ما يدعو إليه، ومن أبعد الناس عن كل ما ينهى عنه، ولا يأنف مع ذلك أن يصرح بأنه مسلم وبأنه يدعو إلى الإسلام، ويرتبط بذلك ويفرح به، كما قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح برحمة الله فرح الاغتباط، فرح السرور، وهو أمر مشروع. أما الفرح المنهي عنه فهو فرح الكبر، فرح البطر، والفرح هذا هو المنهي عنه، كما قال ربنا جل وعلا في قصة هارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا فرح الكبر والتعالي على الناس والتعاظم، هذا هو الذي ينهى عنه. أما فرح الاغتباط والسرور بدين الله، وأما الفرح بهداية الله، وأما الاستبشار بذلك والتصريح به ليعلم، فهذا أمر مشروع ممدوح محمود. فهذه الآية الكريمة من أوضح الآيات في الدلالة على فضل الدعوة، وأنها من أهم القربات ومن أفضل الطاعات، وأن أهلها في غاية من الشرف وفي أرفع مكانة، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكملهم في ذلك خاتمهم وإمامهم وسيدهم نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. ومما يدل أيضا على فضل الدعوة إلى الله قوله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبين سبحانه أن الرسول يدعو على بصيرة، وأن أتباعه كذلك، فهذا فيه فضل الدعوة، وأن أتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم الدعاة إلى سبيله على بصيرة، والبصيرة العلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه، وفي هذا شرف لهم وتفضيل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود للأنصاري رضي الله عنه: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا أيضا يدل على فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث أخرجه الشيخان من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي أنفس الأموال عند العرب. وهذا أيضا يدلنا على فضل الدعوة إلى الله وما فيها من الخير العظيم، وأن الداعية إلى الله جل وعلا يعطى مثل أجور من هداه الله على يديه ولو كان آلاف الملايين، وتعطى أيها الداعية مثل أجورهم. فهنيئا لك أيها الداعية إلى الله جل وعلا بهذا الخير العظيم. وبهذا يتضح أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطى مثل أجور أتباعه، فيا لها من نعمة عظيمة، يعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل أجور أتباعه إلى يوم القيامة، لأنه بلغهم رسالة الله
ودلهم على الخير صلى الله وسلم وبارك عليه. وهكذا الرسل يعطون مثل أجور أتباعهم عليهم الصلاة والسلام. وأنت كذلك أيها الداعية في كل زمان تعطى مثل أجور أتباعك والقابلين لدعوتك، فاغتنم هذا الخير العظيم وسارع إليه. فهذا بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي وظيفة المرسلين، وكانت الأمم قبلنا يرسل الله تبارك وتعالى فيهم الرسل وينبئ فيهم الأنبياء. كلما هلك نبي أتبعه الله عز وجل بنبي آخر فكان الأمر كذلك سائدا سائرا فيهم حتى جاء الرسول، وهو رسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل الأرض جميعا من الإنس والجن في مطلق الزمان ومطلق المكان، لأنه لا نبي بعد، وهو الرسول الخاتم، ورسالته هي رسالة الخاتمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل بين يدي الساعة، فلا نبي بعد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبض، فمن يقوم بواجب الإبلاغ بعده؟ العلماء يبلغون الأمة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول في البلاغ وسيط بين الله تبارك وتعالى وخلقه، وسيط في البلاغ، فجعله الله رب العالمين مرسلا منه إلى أهل الأرض من الإنس والجن من العرب والعجم ليبلغهم دين الله تبارك وتعالى. وأما الوسطاء بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قيام الساعة، فهم المبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول مبلغ عن ربه، والعلماء مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يقومون بهذه الوظيفة الشريفة، وهي أشرف وظيفة على ظهر الأرض كانت وتكون، لأنها وظيفة الأنبياء. فوظيفة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أشرف الوظائف، ومن لم يقدر هذه الوظيفة قدرها، ومن لم يحترمها ويعطها حقها، إن أقامه الله تبارك وتعالى فيها فهذا كافر بنعمة الله، هذا جاحد لنعمة الله تبارك وتعالى عليه. فعلى الإنسان أن يعرف شرف ما يزاوله، وقيمة ما يحاوله، وخطر ما يصبو إليه. فهذه الدعوة هي دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وهذا فضل عظيم، لأن الإنسان يبلغ دين الله كما جاء به رسول الله ثم يمضي، يقضي الله تبارك وتعالى عليه بقضائه فيمضي من هذه الحياة، إذا خلف وراءه علما وخلف وراءه دعوة فإن أجره مع انقطاع عمله حقيقة يكون موصولا له وهو في قبره، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فأجورهم محفوظة متوفرة، وأما أجره هو فعلى حسب ما بلغه وعلى حسب من قبل منه وعمل به. وكذلك في الحديث أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، هذه الثلاث علم ينتفع به، هذا مقام جليل، من فرط فيه فهو المفرط المخذول، ومن ضيعه فهو الضائع حقا، ومن تقاعس عنه فهذا هو المحروم. فعلى الإنسان أن يجتهد في الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى أوسع من العلم، لأن الداعي إلى الله تبارك وتعالى لا يشترط فيه أن يكون عالما، إذا أمر ونهى على قدر ما علم وعلى قدر ما التزم فإنه يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا أمر جعله الله مفتوحا مبسوطا لكل مسلم، فكل مسلم عليه واجب الأمر والنهي،
وعليه واجب الائتمار والانتهاء، بمعنى أنه ينتهي عن المنكر وينهى عنه، ويأتمر بالمعروف ويأمر به. وحتى إن العلماء يقولون إن الإنسان عليه واجب الأمر والنهي وإن لم يكن مؤتمرا ولا منتهيا، فهذا واجب وهذا واجب. صحيح أنه يكون عليه من الإثم أكثر مما يكون على من لم يكن عالما، فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من غير أن يأتمر بالمعروف وأن ينتهي عن المنكر يقول ما لا يفعل، وهذا عليه عذاب عظيم ووقع في إثم كبير. ولكن لو أنه، وهذا هو اختيار جمهور أهل العلم من أهل السنة، لما سئل مالك رحمه الله هل من شرط الأمر والنهي أن يكون الإنسان مؤتمرا منتهيا، فلا يأمر بشيء من المعروف إلا إذا كان قد أتى به، ولا ينهى عن شيء من المنكر إلا إذا كان قد انتهى عنه، فأفاد بأنه حينئذ لا يصح أمر ولا نهي. ومن الذي لا يكون فيه شيء؟ فإذا توقف الإنسان عن الأمر والنهي حتى يصير كاملا، ليس هناك من كامل من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ لا يكون أمر ولا نهي. فهذا الأمر مبسوط مفتوح، الإنسان ينبغي عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. من الأمر بالمعروف أن تأمر الرجل الذي لا يصلي بأن يصلي، ومن العلم أن تعلمه كيف يصلي، هذا أمر وهذا أمر. فأنت إذا لم تكن عالما بكيفية الصلاة، بمعنى أنك لا تستطيع أن تعلم غيرك كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تستطيع أن تؤدي هذا ويحتاج إلى علم ومزيد منه، فأنت لا تعدم أن تأمره بالصلاة إذا كان لا يصلي، وتنهاه عن المنكر إذا وجدته متورطا في منكر، فأنت تنهاه عن المنكر. فهذه دعوة إلى الله تبارك وتعالى، من حلف أمامك بغير الله تبارك وتعالى تنهاه، تقول هذا شرك بالله، فهذا نهي عن الشرك، هذا نهي عن أنكر منكر وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تقول إن كنت حالفا فاحلف بالله، هذا أمر بالتوحيد. وكذلك في الدعاء، إذا رأيت رجلا أو سمعته يدعو غير الله تقول له دعاء غير الله شرك أكبر يخرج من الملة، الدعاء لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، فإذا دعا غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر وتورط فيه. فأنت إذا سمعت أحدا يدعو غير الله فتقول له لا تدعو إلا الله، لا تدعو إلا الله، إذا كنت داعيا فادعو الله وحده، فتأمر بالتوحيد وتنهى عن ضده وهو الشرك. ومعلوم أن كل من دعا إلى شيء فهو ناه عن نقيضه، هذا في الجملة، كل داع إلى أمر فهو ناه عن نقيضه، يعني من دعا إلى التوحيد فهو ناه عن الشرك، ومن نهى عن الشرك فهو داع إلى التوحيد، هذا في الجملة. ولكن لا بد من التفصيل عند الأمر والنهي فيما يتعلق بالتوحيد وبالشرك، لأن في ذلك دقائق لا يعلمها كثير من الخلق، فلا يكتفي المرء بالدعوة إلى التوحيد العام ولا بالنهي عن الشرك العام، فهذا الأمر لا ينكره حتى المشركون. فأنت إذا دعوت المشركة إلى التوحيد دعوة عامة أمن على كلامك، وإذا نهيت المشركة عن الشرك نهيا عاما فإنه يؤمن على كلامك. ولكن إذا ما فصلت في التوحيد وفصلت في الشرك حينئذ تقع الخصومة، وأما عند الكلام العام فإنه لا خصومة هناك. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون في مقام الدعوة إلى الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مبلغا الخير، ما علم من أمر من أمور الخير وحدق وتوثق منه فعليه أن يبلغ، ولكن لا يفتات، فقد أحسن من انتهى إلى ما علم، يتوقف المرء عند حدود ما يعلم ولا يتجاوز، لأنه إن تجاوز وقع في أمر عظيم وهو القول على الله بلا علم، لأنك تدري أن كل أمر عظيم لا يستطيع المرء أن يصل إليه إلا بكد النفس وبشقها وبالتعب والنصب، فإن الأمر الكبير
لا يصل المرء إليه إلا على جسر من التعب. فكذلك الشأن في كل أمر عظيم، والجنة أعظم مطلوب، كما أن النار أعظم مرهوب. فلا يمكن للمرء أن يصل إلى الجنة ولا أن يتجنب النار إلا على جسر من التعب، حتى إنه في كثير من الأحيان لا يستطيع الوصول إلى ذلك إلا ببذل النفس، كالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربما أفضيا إلى قتله كما هو معلوم في كثير من الحالات. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتكاثر عليه المبطلون، وربما ضربوه وآذوه حتى يقتل. فلا يستطيع المرء أن يصل إلى مبتغاه إذا كان عاليا وكانت قمة سامية، لا يستطيع أن يصل إلى ذلك إلا على جسر من التعب. ومصداق ذلك في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب إليها وأن ينظر فيها، فلما عاد قال: كيف وجدتها؟ قال: لا يسمع بها أحد إلا دخلها وعزتك، لما فيها من النعيم. فلا يسمع بها أحد ولا يعلم بما فيها من النعيم إلا حرص على ذلك حتى يدخل. فأمر الله رب العالمين فحفت الجنة بالمكاره، وأمر جبريل أن يعاود النظر إليه، فوجد المكاره قد حفت الجنة. فلما رجع قال: كيف وجدتها؟ قال: أخشى ألا يدخلها أحد. فهي قمة عالية، هي أعظم مطلوب، فلا يستطيع المرء أن يصل إليها إلا باقتحام تلك المكاره وبهتك ذلك الحجاب الذي جعله الله رب العالمين دون الجنة، وهذا الحجاب هو المكاره. فلا بد من هتك تلك الستر والولوغ والدخول في تلك المكاره حتى يتجاوزها إلى ما وراءها، وهو أعظم مطلوب عن الجنة. وكذلك النار لما خلقها الله رب العالمين أمر جبريل أن ينظر إليه، فنظر ثم عاد فقال: كيف وجدتها؟ قال: وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها، وكيف يسمع بما أعد فيها من العذاب الأليم أحد ثم يأتي بموجب دخوله. فأمر الله رب العالمين فحفت النار بالشهوات، ثم أمر جبريل فعاود النظر، فلما رجع قال: كيف وجدتها؟ قال: أخشى ألا يفلت منها أحد، أخشى ألا ينجو منها أحد، لأنهم يتهافتون كالفراش على النار على تلك الشهوات فتفضي بهم إلى النار. فمن هتك هذا الحجاب وهو حجاب الشهوات تورط في النار، ومن هتك حجاب المكاره وحمل النفس على مكروهها فإنه يفضي به ذلك إلى الجنة. هذه الغاية العظيمة، وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي هي وظيفة الأنبياء أجل الغايات، لأن مطلوب المرء بالإتيان بها الجنة. لذلك لما ذكر الله رب العالمين الأمر والنهي والتواصي بالحق عقبه بذكر التواصي بالصبر، وهذا أمر مركب على ما قبله. وتواصوا بالحق قال: وتواصوا بالصبر. لماذا أعقب التواصي بالحق بذكر التواصي بالصبر؟ كما في: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لماذا ذكر الصبر على المصاب بعقب الأمر والنهي؟ لأنه ما من أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما من أحد يوصي أخاه بالحق ويوصيه أخاه بالحق، ما من مجتمع يقع فيه التواصي بالحق إلا وقع الأذى على من تواصى بالحق ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ومعلوم أن كل داع إلى الله وأن كل متمسك بدين الله ومتبع لرسول الله له من القانون الذي مر ذكره نصيبه على قدر تمسكه واتباعه. فإنه ما أتى أحد قومه بمثل ما أتيتهم به إلا أوذي. فكل من أتى قومه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يقع عليه من الإيذاء بقدر اتباعه لرسول الله، ويكون نصيبه من هذا القانون
على قدر اتباعه للرسول وعلى قدر تمسكه بما جاء به الرسول. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أعظم الوظائف، لا وظيفة فوقها ولا أحد فوق الدعاة إلى الله تبارك وتعالى كما هو معلوم إلا الأنبياء والمرسلون، فهم فوق العلماء. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا للإتيان بهذا الأمر العظيم حق الإتيان به، وأن يثبتنا على ذلك وأن يقيمنا عليه حتى نلقى وجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.